قبيلة المسارحة أو بني مسروح هي قبيلة عربية مشهورة في جزيرة العرب، وهي قبيلة قحطانية أزدية، ويرجع نسبها إلى أبناء مسروح بن عمر بن عامر بن كلب بن منبه إلى الأزد إلى يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود عليه السلام. لديهم ألقاب كثيرة، لعل من أبرزها كبار المخلاف وأهل الخناجر. اختلف النسابة في نسبهم، فقول عاتق البلادي أنهم من خولان، وقول الهمداني والحجري أنهم من سعد العشيرة، فهذا ليس بجديد. ففي الأزمنة السابقة كان القتال والتحالف نهج قبلي معتمد عليه سابقا في الأزمنة القديمة. تنقسم قبيلة المسارحة إلى قسمين، وهم الشرفة والرواحة، واعتذر أن أخطأت في النطق. قال عنهم النسابة وعالم الأنساب حمد الجاسر في كتابه المسارحة من أثرى قبائل تهامة وأشهرها. تسكن قبيلة المسارحة في منطقة جازان، بالتحديد في محافظة أحد المسارحة. إن أخطأت أو انقصت فإنما أنا بشر مثلكم. لايك وفولو، رابط الأصفر موجود، وأي استفسار أو أي معلومة أنا موجود تحت أمركم، فمان الله.